سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده وفي افضل الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم عالم معيار. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غتكون واحد الوصفه اللي كنحتاجوها دائما، هكايا الكوتي او الفطور. غادي نشارك معكم واحد خليجه النحل او البريوش، الوجوه الاربعه بربعة نتاع العمارات مختلفين. كيف ما كتشوفوا كيجي قطني وهش بحال كتاكلوا القطن. وهاد العجين او هاد الوصفه ديال العجين عندي معتمده، وبامكانكم انكم تعتمدوها في العديد من الوصفات اللي من هاد النوع ديال البريوش. فغادي نخليكم مع تتمه الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتابونوا وتضغطوا على الزر الاحمر لتحت لحدا صندوق الوصف. فرجه ممتعه. فبالنسبه لاول مرحله لهاد العجين، غادي نحتاج جوج الكيسان. عندي هنا العبار جميع المقادير بكاس العنبه. غادي نضيف لهم قبصه ديال الملح، ثلاثه ديال المعالق كبار نتاع سكر، سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اولا الخميره اللي كنديروا في الخبز. وغادي نحتاجوا لهنايا كاس نتاع الحليب، يكون دافي بطبيعه الحال، مع نصف كاس الماء. عندك الحليب ديري، انا كان متوفر عندي، درته ما كانش ديري الكميه كامله ماء. ولا بغيتي ان العجينه تعطيك واحد الطراوه، ما كانش عندك الحليب كيف ما قلت لكم، ديروا واحد جوج معالق نتاع الحليب بودره اولا نيدو. خلط مزيان المكونات حتى كيختفيو دوك الحبيبات، وكنغطيها بابي اليمونتيغ وكنحطها في سطح العمل في المطبخ حتى تختمر وتفعل واحد شويه لمده 4 ساعات. فهنا من بعد ما دازت تقريبا بالضبط 4 ساعات تفاعلت المكونات كيف ما شفتوا. غادي نضيف نصف كوب من الزيت، انا شتو هنا عندي الكاس صغير لذلك دايره كاس الارب، اما هو بكاس العنبه نصف كاس بالضبط زيت نباتي. غادي نضيفها مباشره، غادي نبدا نضيف الطحين او الدقيق شيئا فشيئا. بالنسبه للقياس نتاع الطحين من 3 الكؤوس حتى 3 الكؤوس ونصف، على حسب يعني الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. فغادي نضيف حتى واحد الخماره من فئه 8 غرام خميره كيماويه، وكنبدا نخلط في المرحله الاولى بالفوي اولا بالطراب اليدوي حتى كيدخل شويه داك الطحين مباشره كنحيدو. وغادي نبدا نضيف الدقيق وندخل الطحين شيئا فشيئا بواسطه اليد، هي كتعاوننا في الخدمه افضل. فهذه هي الخميره الكيماويه 8 غرام، وكنزيد نضيف الطحين. فالبنات اللي عندهم العجانه اولا بغاو يخدموا هاد البريوش بالعجانه، هاد المرحله الاولى اللي شاركت معكم يديروها عادي، والمرحله الثانيه يخويو الخليط في العجانه ويبداو يضيفوا الدقيق شيئا فشيئا. فالعجينه كتكون طريه، ما كتكونش قاصحه، كتكون يعني طريه بحال هكا، كتلتصق شيئا ما في اليدين واحد شويه. بركه من الطحين، ما ديروهاش يعني ثقيله، الا كثرتوا الطحين وجات واقفه وشاده راسها فما غاديش يجيكم البريوش قطني ويجيكم رطب. كنحاول انني هنايا نخدمها واحد شويه باش ندخل فيها يعني داك الطحين اللي كيكون باقي هكايا ما تنسجمليش مع العجين. وغادي نحطها في واحد الطاسه اللي ما دهنتها حتى شي حاجه، ونغلفها ونحطها في مكان دافئ، نحاول نغطيها. انا هنا كان عندي الفران شويه شد سخونيه، حطيتها فوق السطح ديالو وغطيتها بواحد الملايه صغيره وخليتها حتى خمرات وتضاعف الحجم ديالها مزيان تقريبا واحد 45 دقيقه. مباشره كنحطها فوق سطح العمل، كنحاول انني نخرج من هذاك الهواء اللي تكون، فضروري ما تقوموا بهذه المرحله، تحاولوا انكم تهبطوا العجينه للحجم الطبيعي ديالها. من بعد داك الانتفاخ اللي كتكون خمرات، كنحاول انني نعطي واحد الشكل نتاع حربور، رشوا قليل من الدقيق الى كانت كتلصق معكم العجينه في سطح العمل باش تعاونكم في الخدمه. وغادي نحاول انني نقطعها القطع على حسب الرغبه، انا هنا بغيتهم يجيو متوسطين ماشي كبار بزاف وماشي صغار. نتوما بغيتو ديروهم بريوش كبير ديروه، بغيتو ديروهم صغيورين هكا باش تفننوا وديروا اكثر من حشوه، فكيبقى لكم على حسب الاختيار. غادي نصمم بنفس الطريقه حتى نقطعهم كاملين، ونحاولوا اننا نقدهم الى جاونا يعني كبار ولا صغار نعطيهم نفس الحجم ماشي مشكل. كنكورهم بهذه الطريقه، وكنحاول انني نعطيهم الشكل كروي، وكنحطهم على جنب وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله. فبالنسبه للسيده اللي بغات انها تخليهم خاويين بدون عماره، فغادي تكتفي بهذه المرحله فقط.
مباشره منين تعطيهم هاد الشكيه غادي تحطهم في اللاطه اللي تكون ملبسه بورق الطهي او لا ان انت الزجاج يكون كيدخل الفران يكون مدهون بالقليل من الزبده. هنا من بعد ما ساليتهم كاملين قسمتهم ل8 القطع على 4، وكل جزء غادي نعمر واحد شويه بالشوكولاته قطع، واحد الجزء بالمربى المشمش او لا كوفيتير المشماش، وواحد الجزء بقطع نتاع الفرماج. خديت الفرماج نتاع درهم وقطعته قطع صغيرين، والعمارة الأخيرة عندي فيها القليل من كاوكاو اللي حمرته وطحنته مزيان حتى طلق الزيت، وضفت له واحد 3 معالق كبار نتاع الكراميل. فهادو يعني بعض الاختيارات، بإمكانك أنك تعمريهم بالكريم باتيسير، بإمكانك أنك تعمريهم مثلا بكوفيتير يعني من نكهة اخرى على حسب الاختيار. انا على حسب المول اللي عندي جاوني 8 ديال الكويرات في كل صف، ودرت كيف ما شفتوا 4 ديال النكهات مختلفه. نتوما كيبقى لكم على حسب الاختيار وعلى حسب الرغبه، فحاولوا انكم ملي تكونوا كتستفوهم ستفوهم شويه من بعدين، ما تستفوهمش حدا بعدياتهم، حيت غادي يزيدوا يخمروا وغادي يزيدوا يتنفخوا فاش غادي ندخلهم الفران. وحاولوا انكم مثلا فاش ديروا العماره اللي كتكون سائله ما تغطوش عليها الداخل وترققوا الجهه اللي كتكون في السطح او الوجه نتاع الكويره او ديال البريوش. حاولوا انكم تجبدوا العجين اللي كتكون في الوسط باش هكايا ديك العماره مع درجه الحراره فاش تكون تتنفخ ما طلع لكمش الفوق وتخرج لكم من الوجه ويجي الشكل ديال البريوش ديالكم ما يجيش زوين. فحاولوا انكم تغلقوا العجينه مع العجينه مزيان، وهنا كتساعدنا فاش كتكون العجينه مرخوفه كتلتصق مع بعضياتها بكل سهوله. كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، حاولوا انكم تخليوا الوسط وتجبدوا الجناب فقط، تخليوا الوسط كيكون عامر يعني غليظ بقى فيه العجينه كثيره، وكتحاولوا انكم تحطوا الحشوه او العماره الوسط. فبهذه الطريقه كتضمنوا ان البريوش يجي الشكل ديالو زويون وما يجيش يعني ديك العمارة صحيحة وخارجة في الوجه. فأنا غدا نستمر بنفس الطريقة حتى نسالي جميع القطع اللي عندي، وضروري ما نستفو كل نوع حدا بعضو يعني باش يجيونا تشكلات مع بعضياتهم، الكوفيتير مع بعضياتهم، وديال الفرماج وكذلك نتاع الحشوة نتاع الكراميل بكاوكاو. أنا غادي نغطيها بواحد المنديل ونخليها واحد الجانب حتى تفاعل او تخمر لمدة ما بين 15 حتى 3 ساعة. هنا كناخذ اصفر بيضاء فقط مع بضع قطرات من الحليب، كنحاول انني ندهن الوجه ديالها والجناب مزيان. كيف ما كتشوفوا راهم خمروا والتصقوا مع بعضياتهم، وغادي يزيد يضاعف الحجم ديالهم في الفران. في نفس الوقت كنكون شعلت الفرن اللي مسخن على 180 درجة، انا هنايا شاعله من الفوق ومن الاسفل، فران نتاع المروحة او لا الفرن العادي حتى هو ديروه يسخن من الفوق ومن التحت. من بعد غادي تطفيو يعني تخليو العافيه غير من الاسفل فقط. بالنسبه للزين كيبقى اختياري، انا هنايا خديت القليل من بذور الخشخاش زينت بها الوجه نتاع القطع اللي عندي معمرين بالفرماج، القليل من الكوك او لا جوز الهند زينت بهم الجزء اللي عندي معمر مربى المشماش. كما كتعرفوا ان الكوك كيتواتى مزيان وواحد الشكل زوين مع الكوك، بامكانكم انكم تزينوا بالجنجلان الابيض. وهنايا الجزء اللي عندي عامر بالشوكولاته زينت الوجه ديالو بحبيبات من الشوكولا الخاصه بالكوكيز. وبالنسبه للجزء الاخير اللي عندنا معمر بالكراميل وكاوكاو، غادي نزين الوجه ديالو بحبيبات من الكاوكاو كونكاسي يكون ما محمرش، وغادي ندخل الخليه ديالي للفرن اللي مسخن على 180 درجه مباشره. من بعد ما غادي ندخلو تكون العافيه من الاسفل، الى عندكم المروحه شعلوها. غادي نهبط درجه الحراره ل 150 فقط باش ينضج على خاطرو ويطيب من الداخل ومن برا، ماشي يتحمر من برا ويبقى خضر من الداخل. ومن بعد كندير العافيه من الفوق باش كيتحمر الوجه ديالو، وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتو. كيف ما كتشوفوا كتجي فيه واحد اللمعه زوينه بزاف، والملمس ما نحتاج انني يعني نوصفه لكم، كيجي قطني رطب وهش في نفس الوقت، واحد الملمس بحال كتاكلوا شي حاجه اولا بونجا. صراحه هاد العجينه كتجي زوينه بزاف، والعمارات وحده يعني احسن من الاخرى.
فانا كيف ما قلت لكم عطيتكم فقط اقتراحات بالنسبه للعمارات، نتوما كيبقى على حسب الاختيار والمتوفر، شوفوا كيفاش كيجي يعني مهوي وما كيجيش مدقس بتاتا من الداخل، وكيجي الرطب كيف ما قلت لكم بحال القطن بحال البونش. فكنتمنى من كل قلبي ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتقاسموا معايا التجارب ديالكم ان شاء الله في لي كومونتير. وهنايا غادي نتقاسم معكم كيفاش كيجيو من الداخل. هذا الجزء الاول اللي درنا بالفرماج وزيناه بودور الخشخاش، والحبه الثانيه غادي تكون هي اللي درنا بالمربى اولا بالكوفيتير، والجزء الثالث هو اللي غادي يكون درنا بالشوكولات. بطبيعه الحال حاولوا البنات فاش تكونوا يعني تخليهم يخمروا المره الثانيه تعقلوا في اللي درتو باش منين تزينوا الوجه ديالهم تعرفوا اين تزين غادي ديروا لكل وحده وما تغلطوش. فكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وتابوناو في لاشين. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في وصفه جديده باذن الله.